مساء الخير. مساء الخير، عاملين ايه؟ منورين. في مزمور 145 مكتوب كده: الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. وده وعد ربنا انه قريب لكل اللي ايه؟ اللي بيدعوه. بس اللي بيدعوه ازاي؟ بالحق. فهو قريب من كل واحد فينا، بس هو مستنينا نعمل ايه؟ ندعوه. وده اللي احنا جايين عايزين نعمله، ان احنا ندعوه يكون حاضر في وسطنا، موجود، بس احنا محتاجين نعمل ايه؟ نشوفه ونتقابل معاه. امين. عشان كده خلونا في بدايه اجتماعنا نغمض عينينا. قول له: يا رب انا جاي علشانك. مكتوب كده عنك انك قريب لكل اللي بيدعوك، وانا مصدق ده يا رب. بس افتح عيني علشان اشوفك واتقابل معاك. بعلن ايماني فيك يا سيد، اني اتقابل معاك واشوفك واستمتع بجمال شخصك. رب انت موجود في الوسط. مكتوب عنك: اجتمع اثنين او ثلاثة في اسمي، انت بتكون في الوسط. احنا مصدقين يا رب انك موجود، نعلن ايماننا فيك يا سيد. شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعودك. انت راعينا وكل ما لينا Oh.
عندما أسلمت
فاشتريت تعيش وانا المفروق قد فكت يدا. انت بالحب الخليل اوجدتني وبذات الحب قد احييتني. غيره غلم المنون.
يسوع فادي بشرية ذبيحة تسبيح تليق بيه. تكلم معاه عنه، عن محبته وصلاحه وأمانته وقدسته، عن إنه مفيش زيه، عن مراحمه وإحساناته الكتيرة التي لا تعد ولا تحصى. رب مين زيك؟ مين في قدستك ومين في أمانتك؟ مين أحلى منك يا يسوع؟ أنت الأبرع جمال من كل بني البشر، أنت المحب الحنان القدير القدوس الأمين. هاليلويا، ما أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من حبيبي. كمان مرة نقولكم هاليلويا، ما أحلى يسوع. هاليلويا، ما أحلى يسوع. أنا لست أشبع من شفاه. هاليلويا،
وعزيتني بلمسة واحدة
خلينا نسمع كلمات الترنيمة الجاية دي. نتفرج على العرض اللي جاي مع فريق الحياة.
اولادهم كل حاجه. اسمك ايه بالكامل؟ اسمي علي صوتي. انت عاوز مني ايه؟ عايزك تعترف. اعترف بايه؟ باللي عملتيه، كل اللي عملتيه. طب انت مغمي عليا ليه؟ ده لمصلحتك عشان تأثري عليا وعليك. هنا اللي بيشوف الضلمة ما بيشوفش غير الحقيقة. يلا. أنا ما عنديش حاجة أقولها، أنا ما عملتش حاجة غلط، ويعني لو كنت غلط ما كل الناس بتغلط، اشمعنى أنا؟ ده بقى بالنسبة لي مبررات فارغة ملهاش أي لازمة. يلا بقى أثري عليا وعليكي كده بدل ملجأ لأساليب هتزعلك مني قوي. يلا. أنا بتكلم عن فعل حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ليه بقى وإزاي؟ دي مش بتاعتي. الكلام ده عندك. شكلك ناوية تتعبيني. الصور دي تخصك؟ انتي؟ مش شايفة، مش شايفة. لا مؤاخذة. لا لا لا، ده مش أنا، ده مش أنا، مش أنا. يمكن أنا؟ لا يعني، يعني أنا مش عارفة إزاي عملت كده. صدقني دي مش طبيعتي خالص. أنا عارف، أنا عارف إن ده مش أنتي خالص، أنتي أحسن من كده بكتير. بس نعمل إيه بقى؟ معلش. يلا، حكيلي بقى بالتفصيل عشان أنا بعشق التفاصيل. أنا كنت بحبه قوي، حبه ليا، اهتمامه بيا، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتحسسني ان ليا قيمة. كان عندي استعداد اعمل اي حاجة، اي حاجة بس يفضل مبسوط مني، ما يسيبنيش. انا بحبك قوي. لو تعرفي انا بغير عليكي قد ايه. انت عارفة انك أجمل حاجة حصلت في حياتي؟ هو أنت إزاي كلك حلوة كده؟ أنا بعشق كل تفصيلة فيكي. أنا نفسي أعبر لك أكتر على اللي جوايا. لو قلتي لأ هشك إنك حبيتيني. كان لازم أقوله آه. كنت خلاص أدمنت وأدمنت حبه ليا. لو كنت قلت لا كان هيسيبني. يا مبرراتك، تصدقي اقنعتيني، اقنعتيني بجد. مذنبه وفجره. عملتي كده بقى كم مره؟ كم مره؟ مش فاكره، مش فاكره. مش فاكره يعني دي مش مره وعدت، ده احنا استحليناها بقى. لازم كل الناس تعرف اللي حصل ده، صحابك واهلك. لا. والناس اللي في الكنيسه اللي فاكرينك ملاك. لا. لازم يعرفوا كل حاجه. لا 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 لا، ابوس ايدك. الا الناس، بلاش الناس تعرف، بلاش. كل حاجه. للدرجه دي؟ للدرجه دي فارق معاكي ناس ومش فارق معاكي ربنا؟ خايفه على صورتك قدامهم وناسياه كده خالص؟ لا بس هو بيسامح، هو بيسامح، لكن الناس ما بتسامحش وما بتنساش. بيسامح في كل حاجة، في حاجات سهلة كده وبتعدي، لكن اللي انت بتعمليه ده اخي، اخي قوي. ده اسمه نجاسة. فاهمة يعني ايه نجاسة؟ لا لا بس انا هبطل اللي انا بعمله. انا هبطل. مش هتبطلي، مفيش تبطيل، ده بقى جزء مني. لا هبطل وهو هيسامحني، هو بيسامح وهو هيسامحني وانا هبطل. مش هيسامحك. لا هقدر، هقدر. لانك مذنبه. لا لا هعرف. وفجره. هيسامحني. مش هيسامحك. اسكت. بس. مضايقاكي مذنبه؟ بس. طب مذنبه. اسكت. 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 مذنبه. وفجره. مش هبطل اللي انا بعمله ومش هيسامحني، مش هيسامحني. بس بلاش الناس تعرف، ارجوك بلاش الناس تعرف اسراري.
ما تلاقيش خالص. أسرار المرضى بتوعي ما بتخرجش برا الأوضة دي. كملي، أنت كنت بتحكي عن طفولتك، كملي. أبويا وأمي، أبويا وأمي طول عمرهم محسسيني إني فيا حاجة غلط، يمكن عشان بنت، معرفش، بس عمري ما افتكر إن أنا حسيت بحبهم بجد. عمري حتى ما افتكر إن هم خدوني في حضنهم في مرة. اتجننتي؟ بتساوي نفسك باخوكي؟ عاوزه ترجعي متاخر زيه؟ هو ولد والولد ما بيعرفوش حاجه، لكن انت بنت، بنت ومالكيش غير سمعتك، فاهمه؟ مالكيش غير سمعتك. انت ما ينفعش لا تتكلم ولا تضحك، اسمعيني بنفسك. اتفضلي معايا يا بنت. احضنك ايه وانت شحطه كده؟ الا احضنك ايه؟ اتلحلحي كده يا ماما، خلي الناس تشوفك كده، هتفضلي قاعده جنبي وعمرك ما هتتجوزي. اتعكستي ومتضايقه؟ ما طبعا عشان لبسك الغلف ده. انت اتجننتي؟ بتساوي نفسك باخوكي؟ البس طويل شويه وواسع كده، مش عاوزه جسمك يبان. ازاي كنت ممكن ابقى انسانه سويه واحب نفسي؟ ازاي كنت ممكن اصدق اني حره وانا كل حاجه حواليا بتقولي انك عبده وحياتك مش ملكك؟ دول دمروكي. اي حد مر باللي انت مريتي بيه ده مستحيل يعيش حياه طبيعيه. طب قولي لي، انت بتحكي مع حد؟ بتكلم مع ربنا اوقات، بس انا متاكده انه مش سامعني. ان كنت انا مش طايقاني، هو بقى هيطيق يسمعني؟ وبعدين العقل والمنطق بيقولوا كده، تبقى كويس تتحب، ما تبقاش كويس ما تتحبش. كانت امي وانا صغيره كانت بتقولي خليكي شاطره عشان احبك، واحنا صغيرين اتعلمناها كده، اقعدوا يا ولاد ساكتين عشان ربنا يحبنا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ كده ربنا ولا هيحبك ولا هيسمعك تاني. عايز ما تدخلش النار، يبقى لازم تسمع الكلام وتبقى ولد كويس ولطيف. لطيف قوي اللي بتحكيه ده. اتفضلي اتفضلي اسرحي، انت كويسه معذوره. اي حد مر باللي انت مريتي بيه ده معذور، كل حاجه عملتيها وهتعمليها ليكي طبعا عذرك. ايوه دكتور، بس انا عايز ارجع اعيش حياه طبيعيه تاني. مستحيل، قصدي يعني صعب. لو دماغك نسيت اللي حصل لك ده، مشاعرك مستحيل تنسى بسهوله كده، مستحيل. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ هو انا جايه لك عشان تعالجني ولا عشان تعقدني؟ حرام عليك، انا ذنبي ايه؟ انا من وانا صغيره شفت عذاب زي ما بيقول الكتاب. الكتاب بيقول ان كل الاشياء بتعمل للخير، الخاطي والمؤمن معرضين للغلط. ايوه بس انا تعبت، تعبت من كتر ما بقف واقوم، تعبت 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 من كتر ما بحاول وبفشل. نفسي اقعد قدامه انا وهو، احط قدامه كل حاجه، ابقى بطبيعتي، ارمي خوفي فشلي قلقي قدامه. الوقت مقصر والايام شريره، ما ينفعش نفكر في نفسنا، النفوس بتضيع وبتموت. انا رايي انك تفضلي في خدمتك ومفيش حاجه تتغير، ده طالما اللي انت حكيتيهولي ده ما خرجش برانا. ده انت لو فحمه وطفت وسط اخواتك هتولعي وتوهوجي من تاني. ايوه انا مش بكلمك على كده، انا بكلمك عليا انا وهو، علاقتي بربنا، مش زحمه ودوشه وناس وخدمه. مش الزحمه احسن من الوحده؟ ايوه بس انا كده بهرب. وليه ما تقوليش انك مش بتضيعي وقت في حاجة مش بتبني الملكوت؟ ايه الملكوت؟ ان كنت انا اصلا مش عايشة الملكوت اللي انت بتتكلم عليه ده، عايزني ابني ازاي وانا اصلا فاضية من جوه؟ كل الايات اللي قلتها لك دي ومش مقتنعة؟ طيب انت بتفكريني بمثل انجليزي بيقول
act until it becomes a fact. يعني ببساطة عيشي الدور حتى لو مش دورك لحد ما تصدقيه وتكونيه. تفتكر هو ده الحل؟ يعني أنا كده ممكن مع الوقت أتغير؟ تتغيري؟ تتغيري إيه؟ أنت برضو لسه مصدقة. ما قلنا مفيش تبطيل. غلبانة مذنبة وفجرة. عملتي كده كام مرة؟ دول دمروكي. مستحيل تعيش حياة طبيعية بعد كل ده. يعني كمان مش مرة وعدت وغصب عنك. طالما انت لسه في خدمتك ومحدش تاني يعرف اللي قلتيهولي ده، كملي في خدمتك وكله هيبقى تمام. صعب قوي تنسي وتتشفي من كم الجروح اللي حصلت لك وعشتيها في حياتي. اي حاجة عملتيها او هتعمليها ليكي طبعا عذري. مش هتعرفي تعيشي حياتك عادي ابدا. الدوشة احسن من الوحدة. مش هيسامحك، مش هيسامحك. خطايا سهلة وبتعدي. ده ما يتغفرش بالبساطة دي ابدا. دوشة احسن من الوحدة. مستحيل تنسى. كفاية. مش هيسامحك. مذنبة. اخرج. مذنبة. اخرج. مذنبة. اخرج. مساء الفل. أكيد طبعا أخونا ده مش دكتور ولا ضابط ولا قسيس، يعني التلات حاجات اللي عملهم دول، عشان كده هتتخانقوا مع الضباط ومع الدكاترة ومع الأسس. بس ده في الآخر ده مين؟ ده مين؟ ده إبليس. مش قسيس، ده إبليس. سجع برضو يعني عشان خاطر نمشي القصة دي يمكن بتعبر عن حياة ناس كتيرة. جوه الكنيسة وبره الكنيسة. بسبب احتياجي بعت حاجات غالية في حياتي. بسبب احتياجي للحب. بسبب خوفي من الرفض ومن الوحدة. بسبب الصورة المشوهة عني ونشأت بيها في طفولتي. افتكرت ان التعويض، افتكرت ان الدواء، افتكرت ان السعادة اني الاقي حد يحبني حتى لو الحب ده كان نجس، حتى لو الحب ده بعت نفسي من اجله. القصة دي تشبه قصة موجودة في الكتاب. قصة امرأة احنا بنسميها السامرية لأن المسيح قابلها في مدينة في السامرة. والقصة دي بتصور لنا المشهد دوت وبتدينا رسالة أفتكر عكس اللي اتقال لها. اللي قاله المسيح للمرأة ديت في إنجيل يوحنا وأصحاح 4 يختلف عن اللي قاله الراجل ده اللي بيعبر عن الشرطي اللي بيستجوبها أو الطبيب اللي بيعالجها أو الخادم اللي بيحاول يوعظها. لكن في التلات صور ده في الآخر ده صوت إبليس اللي بيأس الإنسان. مش هيسامحك، مش هتتغير، مفيش فايدة فيك. مثل مثل. ويمكن من كتر ما تمثل في الآخر كأنك بقيت اتغيرت، بس أنت مفيش أمل أنك تتغير. المرأة دي اللي التقى بيها المسيح قصتها تشبه قصة ديت. تعلقت بالحب، تعلقت بأنها تجد رجل يحبها. كان لها 5 أزواج، في كل مرة فشلت. فشلت، فشلت تسعده وفشلت تسعد به. لسبب أو لآخر القصة انتهت بطلاق
وطلاق وطلاق وطلاق. قصة فشلت 5 مرات. بس حلال، بتتجوز بالحلال، بس مش بتسعد، لأنها بتحاول تعوض اللي جواها، الجرح اللي جواها والتشوه اللي جواها بحاجة في إنسان، والإنسان ده هو نفسه عنده تشوه ومحتاج يجد من يشفيه ومن يطيب قلبه ويطيب خاطره. عشان كده قصة فشلت، ولازال حتى الآن قصص جواز كتيرة قوي بتفشل لنفس السبب، إني توقعت أن زواجي سيحقق لي السعادة، إني أجد إنسان يقول لي بحبك وأنا أقول له بحبك هنجد فيها السعادة، وما حصلش، ما حصلش. وفي الآخر راجل حبها قال لها بس من غير جواز، ها ولا امشي؟ قالت له اللي انت عايزه، والذي لك الآن ليس هو زوجك. والحكاية دي بقت كتير قوي دلوقتي. لو بتحبيني سيبيني أعمل اللي أنا عايزه، لو بتحبيني. الحب بقى علامته النجاسة، بقى علامته الجنس، وده ما بقاش غريب قوي دلوقتي. ما أقدرش أقول له لأ لأنه هيسيبني وحبقى لوحدي، وحبقى مرة تانية مرفوضة، بايظة بايظة. خلينا نكمل. الغريب في قصة المرأة السامرية ديت، المسيح هو اللي جاي يدور عليها، مش هي اللي بتدور عليه. هي قست من نفسها، هي قالت خلاص مفيش فايدة، جربت كتير ومفيش فايدة، مفيش فايدة مني، مفيش فايدة من الحياة، غالبا العيب فيا. مش هي اللي بتدور، ده هو اللي دور عليها. مش هي اللي حيته، ده هو اللي حياها، ده هو اللي اتكلم معاها، ده هو اللي قال لها اعطيني لاشرب. تشرب من الست دي، تشرب من ايديها دي، انت مستعد تعمل كده؟ انت مستعد يقع لسانك على لسانها وتتكلموا مع بعض؟ انت مستعد تقضي وقت مع دي؟ مفيش فايده منها. ده في نظر الناس، ده في نظر المجتمع، ده صوت إبليس، مش هيسامحك، مش هيحبك، مش هتتغيري. دي 3 رسائل اللي العالم بيقولها في ودان الناس نهار وليل عشان تستسلم. المسيح قال لها رسالة تانية خالص. خلوني أقرأ الآية دي اللي قالها المسيح للمرأة السامرية. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. في معلومتين عندك ناقصين، لو المعلومتين دول عرفتيهم كل حاجة في حياتك تتغير، مش لو حاولتي اكتر، مش لو ظروفك اتحسنت، مش لو عملتي تمارين رياضيه او روحيه. خلي بالكم، لو كنت تعلمين، ودي المعلومه اللي ابليس بيحاول يخفيها عن الناس، حاجتين: عطيه الله، انا عايز اديك ايه، انا قاعد هنا مستنيكي عشان اديكي ايه، والحاجه الثانيه انا مين، انا مين، ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب. لو عرفتي الحاجتين دول انت هتعملي ايه؟ لطلبتي انت منه فاعطاك، بس بس. والحكايه تتغير، الحكايه تتغير. وخوفي من الناس ومن الفضيحه، الست دي بقى كانت مفضوحه مفضوحه، مش خايفة من الفضيحة، هي عايشة في ظلال الفضيحة، هربانة من الناس، جاية تستقي ماء وقت الظهر، ما حدش يروح يشرب يملى الجرة بتاعته وقت الظهر، غير اللي مش عايز يقابل حد. لو الناس زي حضراتكم كده يعني يعرف في الريف
أيام ما كانش فيه حنفيات وكانوا يروحوا للنهر عشان يملوا البلاليص، طلعوا الصبح بدري قبل الشمس لأن عايز المية طول اليوم، وعشان خاطر أروح في الطراوة وأرجع في الطراوة، مش هروح في عز الظهر وأرجع في عز الأيلولة. حقيقتين عكس كل الرسائل اللي هي سمعتها واللي السامرية دي سمعتها من الناس ومن نفسها ومن والديها ومن نشأتها ومن تربيتها طول أيام حياتها. عطية الله، عطية الله. أنا عايز أديك إيه؟ عايز أديك إيه؟ إيه اللي ربنا عايز يديهوني يشبعني ويغير حياتي ويحولني تاني إلى إنسان حر طليق عند احترام نفسي، مش بشحت الحب وببيع نفسي للحب، مش بشحت السعادة وببيع نفسي للسعادة. وصور السعادة النهاردة مش بس جنس، جنس ومخدرات وإدمان ونت وكل الأنواع المختلفة. إيه اللي أنت ممكن تديهوني يا رب؟ أديك اللي أنت بتدور عليه، أديك احتياجك الحقيقي اللي أنت مش عارفه، أديك اللي أنت عمرك ما تخيلته أنه حقيقي موجود بس مش موجود غير عندي أنا. عشان كده لازم تعرف أنا مين وعايز أدي لك إيه. ساعتها هتطلب، هتطلب بإيمان وأنت متأكد لأنك عارف أنا مين وعايز أديك إيه. لو أنت أنا عارف أنت مين ومش عارف أنت عايز تديني، مش عارف أطلب إيه. ولو أنا عارف أنت عايز تديني إيه وأنا مش وأنا مش عارف أنت مين، هطلب منك إزاي؟ لأن ده بالنسبة لي هيبقى خيال ومستحيل. خلي بالكوا من الحقيقتين دول، عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب. أكيد لطلبت أنت منه، وده اللي حصل، طلبت وأخذت وتغيرت. مش مثلت، مش كملت في التمثيلية، بتخدم بتروح الكنيسة شكلها من بره كويس، في الترنيم بتغمض عينيها، بتبان قدام الناس انها It's okay، انا تمام، انا هيمانة. شو محتاج تمثل؟ محتاج تتغير. ايه اللي ربنا عايز يديهولك؟ عايز اقول حاجتين بس. غفران وحب، غفران وحب. بس اني نوع من الغفران واني نوع من الحب، ده الفرق. احنا احيانا بنقول لبعض مسامحك، بس مسامحك عندنا يا بشر دي معناه شلتها لك، صح؟ مش عاقبك دلوقتي، بس انا شلتها لك على جنب، ها؟ هنحطها في الكراسة، هنحطها في الخزنة، هتحطها على جنب. يمكن حكيت القصة دي قبل كده، احكيها تاني لانها بتوضح الفكرة. جاء زارنا هنا راجل كان في المافيا واتقبض عليه ودخل السجن، مافيا واتقبض عليه ودخل السجن، وفي السجن عرف المسيح وابتدى يكلم المساجين عن المسيح، فابتدت المساجين تتوب وتقبل ربنا. ولما خلص مدته خرج، قال أنا لقيت نفسي في السجن، فابتدى يرجع السجن يزور المساجين ويكلموا عن المسيح. وربنا دعاه أن خدمته تبقى يبني سجون ويأجرها للحكومة عشان يقدر يخدم المساجين. في أمريكا كل حاجة تقدر تعملها وتأجرها حتى السجن. جاي زورنا في مصر وخد خدمة مخيفة شوية، وقال الحقيقة ديت إن ليس خفي لن يستعلن ولا غير معروف يبقى غير معروف. كتاب قال إن كل خفي سيستعلن، وقال المشهد ده هيحصل في اليوم الأخير، في يوم الأخير لما نقف أمام العرش، في كل حاجة خفية هيحصل لها إيه؟ هتستعلن.
شاشة كبيرة جدا، شاشة كبيرة جدا، وكل واحد قصة حياته هتتعرض على الشاشة ديت بكل اللي دار في أفكاره واللي عمله في السر وتحت السرير وتحت اللحاف وفي الأماكن، كله كل خفي هيحصل له إيه؟ هيستعلن على مرمى ومنظور الإيه؟ الجميع. أول ما قال كده الناس وهي قاعدة ابتدت تقول يا لهوي. الست دي كانت خايفة الناس تعرف سمعتي نظرة الناس ليا. في يوم من الأيام كل خفي سيستعلن. وبعدين قال لها جديد إلا المؤمنين، المؤمنين اللي نالوا عطية الله، اللي خدوا عطية الله اللي هي الغفران. الغفران عمل إيه؟ مسح، مسح محوته كغيم ذنوبك. في ناس ابتدت تستريح. وكسحابة خطاياك. اللي حصل في الفيلم بتاع حياتي نتيجة غفران الله ليا، إن كل الآثام التي فعلتها بالقول أو الفعل أو الفكر محيت. فصارت قصة حياتي في ماضيها وحاضرها ومستقبلها بلا خطية، لأن وضع عليه إثم جميعنا. ده الغفران الإلهي. الغفران الإلهي بيخليني بلا ماضي، ما عنديش ماضي خايف منه وخايف الناس تعرفه، لأنه هو محاه، مسحه، شاله. ما عنديش عار أخجل منه، لأنه أخذ خطيتي عني، وضع عليه إثم جميع، حمل هو نفسه في جسده خطايانا على الخشبة لكي نموت عن الخطية فنحيا للبر. محوته كغيم من ذنوبك. غفران المسيح ليا يجعلني بلا خطية. ما عندي شعور بالذنب، ما عنديش إحساس بالنجاسة، مش مضطر أرجع أعمل الغلط تاني لأني نضفت، نضفت. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا، يطهرنا مش بزبرته، لا، يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لكي نعبد الله الحي. دي عطية الله، غفران أبدي، غفران كامل، في يمحو خطيتي، يزيلها من المشهد، يجعلني بلا ماضي، بلا عار، بلا نجاسة. لو كنت تعلمين عطية الله. ده اللي بيجعل أرواحنا تعيش من جديد وتقدر ترى الله. ده اللي بيجعل أرواحنا مرة تانية تقدر تتقابل مع ربنا. ده اللي بيخليني أقدر أدخل إلى قدس الأقداس مرة تانية، لأني نضفت، لأني نضفت. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. خطاياكم، خطاياكم تبيض. لو كنت تعلمين عطية الله. مش هيسامحك، لا لا، ده مش هيسامحني، ده هيسامحني ويمحو خطيتي ويحول كل نجاسة فيها إلى قداسة تبيض كالثلج. لو كنت تعلمين عطية الله. ده مش الغفران اللي بنغفر بيه البعض، ده مش الغفران اللي احنا حتى فاكرينه
إن ربنا بيغفر لنا بيه. العطية الثانية ولا تقل أهمية عنها، أنت بتدوري على الحب، أنت بتدوري على القيمة، بس الحب عندي أنا. عشان كده عبر عن الكلام كله المية، لطلبتي أنت منه فأعطاك ماء حيا. وعمل التشبيه ده بالمية اللي هي بتطلعها من البير، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش. كل من يشرب من هذا، كل من يشرب من الحب البشري ده والعلاقات دي يعطش. عشان كده بيدمنها، يعطش يعطش يعطش، فبيضطر يشرب تاني. كل اللي بيشرب مخدرات اول ما بيفوق بيبقى عايز ياخد تاني 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 تاني. كل اللي بيشرب من هذا الماء مش بيرتوي، بيزداد عطش فبيشرب اكتر لعله لعله يروي ظمأه فبيزداد عطشه. فالدنيا بتزيد ما بتقلش، فالمخدر بيزيد مش بيقل، فالبورنو بيزيد مش بيقل، فالنجاسة بتزيد مش بتقل، مش هتقل مش هتقل حتى لو حاول تقللها. لا، اللي بيشرب من هذا الماء بيعطش، بس اللي بيشرب من الماء الذي أنا أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. بتكلم إيه؟ بتكلم عن الحب. أنت من أجل الحب عملتي كده، وأنا هديك الحب، الحب اللي بلا شروط، الحب اللي بلا حدود، الحب اللي بيروي القلب بحق وحقيق، الحب اللي مرضيش يديهولك أبوكي أنا هديهولك، الدفع اللي محدش يدفهولك أنا هدفهولك، القيمة اللي الناس قالتلك إنك قيمتك في شكلك وفي جسمك وفي لبسك وفي شهاداتك وفي لغتك وفي طريقتك وفي أخلاقك، أنا هديلك القيمة ديت في حب، حب يوصل للقلب، يوصل للقلب. خلي بالكم من الحكاية دي يا أخوة، أي حاجة بناكلها بنلبسها بنشربها بنتفرج عليها ما بتوصلش لقلبنا، بتخش البق، بتخش العينين، بتخش الودان، ما بتخشش للنفس، النفس ما بتخشش لقلب الإنسان، للإنر بينج، للإنسان الداخلي. ففيها متعة، فيها لذة، ده صحيح، ده حتى ربنا يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. ربنا بيعطينا الأشياء، بيعطينا الأكل والشرب والملبس والمسكن عشان نستمتع، نستمتع، لكن الاستمتاع ده استمتاع حسي جسدي مؤقت ما بيوصلش للقلب. الحاجة الوحيدة اللي تلمس القلب هو الحب بس، بس الحاجة الوحيدة اللي تخترق الجسم ده وتوصل للنفس البشرية هي الحب. محبة البشر أغلبها فلسو، مزيفة، ما بتوصلش، فلسو ما بتوصلش. كلام، لمسات، قبولات، ما بتوصلش، ما بتوصلش. لكن محبة المسيح بتوصل، بتوصل جوايا، بتروي ظمائي، بشبع جوايا، برتوي جوايا، وبتجري من جوايا أنهار ماء حية. فمش بس اتحبيت، ده أنا عارف أحب، ده أنا عارف أرحم، ده أنا عارف أغفر، ده أنا عارف أدي، ده أنا عارف أكون إنسان، ده أنا عارف معنى الحياة كإنسان، مش مجرد كائن بيولوجي بيأكل ويشرب ويتكاثر. لا، لو كنت تعلمين عطية الله. غفران، حب يشفي كل الجراح اللي فاتت في حياتك، حب يعوض كل حرمان موجود عندك، حب يديك قيمة
ودفى. أنا مش بكلم من الستات بس. إحنا رجالة بيبان إحنا جندين، إحنا مش بتوع الحاجات ديت. حب إيه اللي بتقول عليه؟ مش عندك نفس بشرية؟ مش عندك قلب؟ أنت ليه مش عارف تحب مراتك وأولادك؟ أنت مش قادر حتى تحب نفسك لأنك ما تحبيتش. لو كنت تعلمين عطية الله وأنا أطلبها خدها. يعني اعترفنا بخطايانا أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كده عايز حضن يا رب، تاخد الحضن على طول على طول على طول. الابن الضار راجع معفن ريحته خنازير، ويفاجأ أبوه بيعمل إيه؟ بيقع على عنقه ويعمل له إيه؟ ويقبله. أول حاجة اديها له الحب قبل النظافة، قبل الخاتم، قبل الحذاء. وأنا كده بتحبني؟ أيوة. وأنا كده بتقبلني بقبولات؟ أيوة. وأنا كده بتحضني؟ أيوة أيوة أيوة. وإذا أنت ما تعرفش أن ربنا كده، يا أنت ما تعرفوش، يبقى أنت اللي سمعت عنه إله غير موجود. عشان كده قال لها مش بس إلا أنا هديهولك، أنا مين؟ أنا الإله الحقيقي اللي إبليس شوهه والعالم شوهه. أنا الإله الذي لا يعرف إلا أن يحب. أنا الإله المتواضع مش المتكبر. أنا الإله الأب والخليقة أولادي مش عبيدي. أنا الإله الصالح اللي إيدي بريئة من كل شر موجود في العالم وأذية بيأذوا الناس بعضهم بعض. لو كنت تعلمين من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب. أنا خالق هذا الكون كله. أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية، أنا الكائن والذي كان والذي يأتي. أنت بتطلب مني أديك اللي عندي وتديني اللي عندك، تاخد قذرتي وتديني قداستك، تاخد قرفي وتديني جمالك. أيوة. هو ده الإيمان يا أحبة. الإيمان مش إن ربنا موجود، الإيمان هو مين ربنا الموجود. مين ده؟ ده الإله الجميل الذي رأيناه في يسوع المسيح، إله الحب، إله متواضع، يجلس عند البئر ليتحدث مع المرأة، يمد يده إليها، يجيب على أسئلتها، عارف كل حاجة عنها، عارف كل ماضيها، عارف كل حاضرها الأسود، ورغم كده بيكلمها بكل احترام وبكل تقدير وبكل حب. مش بيلومها ولا بيعاتبها ولا بيوبخها أبداً 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 أبداً. دي كام أسئلتها بس. أنت اطلبي أعطيكي بعد أديت الدين يا رب. دلوقتي الآن في اللحظة ديت. عرفنا منين إن المرأة ديت طلبت وأخذت؟ عرفنا منين المرأة إنها نالت؟ عرفنا منين؟ من التغيير اللي حصل في حياتها، تركت جرتها. لا مش تجاي عايز المية دي، لا خلاص مش عايز المية دي، وذهبت للمدينة تقول للناس إيه؟ تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. مش يمكن ده المسيا اللي احنا مستنينه؟ مش ده المخلص اللي احنا؟ هو هيكون ايه اعظم من كده؟ في حبه وفي حنانه، عارف كل حاجة عني وبيحبني زي ما انا، واعطاني ماء الحياة، واعطاني لأشرب، واعطاني الحب الذي ابحث عنه من غير ما ياخد مني ولا حاجة الا خطيتي ونجاستي وشري. دفعت ايه يا ست انتي؟ ولا مليم، مجانا اخذت.
أعطاني بغنى؟ إيه الدليل إنها تغيرت؟ خلاص مش مكسوفة من حد. والقرية اللي هي خرجانة منها هربانة هي راحت تبشرهم بالمسيح. يا أنت متبشرينا هو حصوا في عين المش عارف إيه حرام عليك. لا مش كده. لا خلاص أنا مش خايفة من ماضية ولا من حاضري. أنا غفرت خطيتي. أنا ما عنديش إحساس بالعار ولا بالذنب. أنا تغيرت. أنا تغيرت. لقاء واحد يغيرك. أفتكر هي دي الكارثة اللي الناس بيقولوها. مش هتتغير. ما فيش فايدة. مش حقيقي. أكيد لو حاولت لوحدك مش هتتغير. أكيد أوعدك مش هتتغير. في واحد بس بيغير الحياة. في واحد بس بيغير الحياة. اسمه يسوع المسيح. في واحد بس اسمه يسوع المسيح. مش دين. شخص. مش عقيدة. شخص. مش فكرة. يغيرني. دي معجزة المسيح. أقام موتى. دي معجزة عظيمة. شاف عينين أعمى مولود. معجزة عظيمة. هدأ البحر. معجزة عظيمة. مشي فوق المية. معجزة عظيمة. أطعم الجموع. معجزة عظيمة. لكن أعظم معجزة بيعملها إنه بيغيرني. بيغيرني. يخلقني من جديد. مش بس بيغفر خطيتي. وبيحبني. وبيرويني. بيغيرني. بتغير. المقيد بيتحرر. السجين بيتفك أسره. المنحني بيستقيم في داخله. المعوج بيصير مستقيم. عدل عدل. لأنه بيغيرني. مش هيسامحك. هيسامحك. مش هتتغيري. هيغيرك. هيغيرك. مش هيسمعك. بالعكس لطلبت أنت منه لأعطاك ماء حيا. خلونا نسمع الترنيمة اللي جاية دي. اسمعها كويس. وانت بتسمعها من فضلك فكر كويس. فكر في البنت دي. فكر في واقعك. إذا غفرت خطاياك مش هتبقى خايف من الناس ولا خايف من اليوم الأخير لأن قد غفرت خطاياها الكثيرة. فاكرين اللي قال المسيح قاله للمرأة دي؟ قد غفرت خطاياها الكثيرة. أنت مكسوف من الست دي؟ الست دي غفرت خطاياها الكثيرة. يا سمعان وترحمني.
نور حبك يسطع في داخلي. مجرد تخدم وتشغل نفسك وتسيب المشكلة، لا لا مش محتاج تعمل كده، مش محتاج تاخد مسكنات عشان ما تحسش بالوجع،
محتاج ترمي نفسك في حضنه. راجع لحضنك، راجع لدربك. ما اقدرش ارجع للدرب بتاعي وامشي وراه الا لما ارمي نفسي الاول في حضنه ويشبعني بحبه بقبولات فمه وينظفني، ساعتها اقدر امشي معاه ايدي في ايده وراسي مرفوعه. ساعتها لما بتكلم عنه الناس بتصدقني لان باين عليا نضفت شبعان ومش بشحت الحب، بالعكس بديه. ما جيتش هنا بالصدفة، ما جيتيش هنا بالصدفة، ما فتحتش التلفزيون دلوقتي بالصدفة عشان تسمع الكلام دوت. عندك فرصة النهاردة انك تطلب وتاخد. لطلبتي انت منه فاعطاك ماء حيا. عندك فرصة، جرب، جرب تروح السكة الصح اللي هو قال عليها، اني بعرف العطية وعارف هو مين، وهو بيقول لي بس اطلب مني وانا هديك غفران وحب وغيرك. وقف معايا عشان نصلي. عايزين نقول العدد التاني ده كلنا مع بعض. العدد الاولاني بيقول له ارويني بحبك، والعدد التاني بيقول له غيرني 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 يا صاحب الحنان، يا من انت اللي بتنادي عليا، انت اللي بتدار عليا. هو جابك النهارده عند البئر عشان يقعد معاك، عشان يقعد معاكي، عشان يقول لك انا عايز اسامحك وعايز ارويك وعايز اغيرك. لو انت عايز، ما اقدرش اجبرك تشرب. لطلبتي انت منه، انت اللي لازم تطلب بنفسك لنفسك. هتاخد 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 قبل ما تروح، هتاخد قبل ما تروح. قول معايا، قول مع الفريق العدد الثاني من الترنيمه ديت. يا احتاج اليك يا نبع قوتي، يا نبع قوتي انت وصل الاحزان تعزي مهجتي اتوق اليك اتوق اليك انك تعيش فيا اتوق ان تحيا فيا يا مالكي انت بروحك انت Yeah.
عايز عطية الله، عايز ترمي نفسك في حضنه، عايز تغتسل بدمه من اللي فات، عايز تروي قلبك بحب حقيقي بحقه حقيقي، حب ملوش مثيل، حب لا يعرفه العالم، حب مش موجود عند البشر، محبة الله العجيبة. عايز تتغير؟ لو عايز افضل واقف مكانك، انا وقفت غصب عنك، بس دلوقتي لو عايز وقف خليك فاضل واقف، هنقول القرار تاني. لو انت عايش مع ربنا واختسلت وشبعت بحبه اقعد، لو انت عايش وشبعان اقعد، لو انت مش عايز برضو اقعد. عايز اللي يفضل واقف هو بس اللي النهاردة ربنا كلمه وعايز عطية الله، عايز غفران، عايز حب، عايز تغيير، عايز يرمي نفسه في حضن ربنا. عايزك تصلي معانا تاني العدد ده، يا صاحب الحنان راجع إليك، افتح حضنك يا رب، هرمي نفسي فيك، ارمي نفسك عليه وسيبه يستلقك، سيبه يقبلك بقبلات محبته، سيبه يمحو كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. بيقول لا أعود أذكرها، أطرحها في بحر النسيان. بيقول دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. لو دي صلاتك خليك واقف، لو عايش مع ربنا وشبعان اقعد، لو مش عايز ربنا اقعد. عايزك تفضل واقف لان ده اختيارك النهاردة. أنا عايز الماء الحي، أنا مش هعمل اللي قاله لي إبليس، لا هقول له اخرس اخرس، كفاية ضلال، أبويا بيحبني، أبويا عايزني، أبويا بينادي علي وأنا عايزه، وأنا عايزه. نادي عليه مرة تانية بالقرار ده، راجع إليك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع إليك. قول تاني كلمات القرار. راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. راجع لحضنك، راجع لدربك، قل أنا برمي نفسي عليك يا رب، حط خطيتي وتعبي وضعفي، حط قيودي وأحزاني وأوجاعي عليك. أنا جاي أخد الهدية اللي أنت قلت عليها، عطية الله، جاي أخدها من إيدك يا يسوع، يا ابن الله الحي، يا من أحببتني وأسلمت نفسك من أجلي. سامحني يا رب، امحو اثامي يا رب، بدمك طهرني يا رب، ارويني النهارده من الحب الحقيقي دوت،
اروي قلبي العطشان، اروي أرضي المشققة، حاولت كتير من الناس ومن الأشياء، التشقق بتاعها زاد، عطشها زاد، ملوحتها زادت، إحساسي بالرفض زاد. يا رب ارويني، يا رب ارويني، ارويني النهارده، ارويني بحبك، دفيني في حضنك يا رب، اغمرني النهارده يا رب، اغمرني النهارده يا رب. صلي وقتك النهارده، دي لحظات تاريخيه بالنسبه لك، لطلبتي فاعطاكي، اعطاكي. هتشربي النهارده دلوقتي، مش هتروحي عطشانه، مش هتحتاجي لجره الميه بتاعتك، مش هتحتاجي للعلاقه دي تاني، مش هتحتاجي للمخدر ده تاني، مش هتحتاجي للبورنو ده تاني ترجع تتفرج فيه، مش هتحتاج تاني، مش هتحتاج، مش هتعطش تاني يا ولدي، مش هتعطشي تاني يا بنتي. هتنضف وهتتروي وهتتغير دلوقتي، مش لما تروح. لطلبتي أنت منه فأعطاك. إخواتي واقفين قدامك يا رب بجرأة وصدق قدامك، المس كل قلب النهاردة عطشان صحيح، اسكب ماءك على كل قلب النهاردة مفتوح ليك يا رب، امسح كل دمعة حقيقية جاية لك بتوبة بإخلاص قدامك النهاردة. ضم يا رب، ضم، ضم لعيلتك، ضم لحظيرتك يا رب، ضم لبيتك ولادك اللي راكعة لحضنك، يباتوا في بيتك النهاردة، يباتوا في حضنك النهاردة يا رب، ما يباتوش بره في العراء، ما يباتوش بره يا رب، ما يرجعوش للكورة البعيدة يا رب، ما ترجعش المرأة دي تاني للعلاقة اللي جاية منها، ما ترجعش بيتها، ترجعش بيتها، هتكمل معاك، هتروح معاك، هتبات معاك، هتسكن في ديارك كل أيام الحياة، هتستظل بظلك، هتبقى أنت أبوها ورعيها ومخلصها وفديها يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، بارك اسمك يا رب. وانت واقف قول معانا تاني الترنيمة دي، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا جاي أشوف اسمي مكتوب على كفك، أنا جاي أطمن يا رب إن اسمي مكتوب في سفر الحياة، أنا جاي ضعيف، أنا جاي خاطي، بس مش هروح زي ما جيت، مش هروح زي ما جيت، مش هروح زي ما جيت. وإنت واقف، إذا أنت محتاج حد يسأل عنك ويتابعك، في كارت متابعة كده الإخوة الأشرس هيوزعوه عليك وإنت واقف بتصلي، إذا أنت محتاج نتصل بيك ونساعدك في رحلتك دي في الحياة مع المسيح، فضلك املأ الكارت ده بتاع المتابعة. إذا أنت مش عايز خليك واقف أو أقعد، كمل صلاة، ما تفوتش الفرصة دي النهاردة إلا وأنت فعلا شبعان، متأكد أنت رايح فين، متأكد أنت مروح على فين النهاردة. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، تغيرني، وأنا محتاج، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني، يطهرني، وأنا لما واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني.
فضلوا نرتاح. وايه تاني قدام الحب يساوي؟ وايه تاني قدام الحب يساوي؟ لا مال ولا جمال يفرق مع القلب الغاوي. ده الحب طول عمره عمل مش رغاوي. بس الحب يحب حد زي مليان بلاوي. ما فيهوش حاجه تتحب والعشت العبيد غاوي. يبقى أكيد الحب ده 100% سماوي. الحب ده حب مش عادي. وأنا في البعاد واستمراري في العناد جاني، والخطية مغرقاني ومغطياني ومنها بعاني، ولا عارف أنا الجاني ولا عارف أنا المجني عليه ولا الجاني. جاني وسط ظلمتي، وقت صرختي أهياني، نداني، رفعت عيني لفوق، نداني تاني وقال لي أنا هنا تحت جنبيك. بصيت لقيته قصادي، من فرحتي ما بقتش مصدق عيني ولا وداني. أنت تاخد جسد زيي، أنت جاي من السماء من فوق ليا، أنت جاي تدفع الدين اللي عليا. ياه للدرجة دي أنا عليك غالي، يا جاي بنفسك عشان تمسكني وتعديني، تاخد مني موتي وحياتك أنت تديني. يا للدرجة دي أنا محبوب، خلاص مفيش عذاب مفيش عقاب، بنفسك فتحت لي الباب، بدمك مفتوح الباب، بدمك مدفوع الحساب، وأنا المحدود بقيت معدود من الأحباب. بجد حبك مش عادي، حبك 100% سماوي. امين. تعالوا خلينا نقف نختم الاجتماع، وانا عايزك تقول له، هو بيسمعك وبيناديك النهارده، اتحبني؟ تعال رنم الكلمه دي مع بعض، بقول لك انت بتحبني زي ما انا بحبك ولا لا؟ وبعديها نختم مع الصلاه الربانيه والبركه الرسوليه من الاسيس عاطف سامي. أتحبني 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 I'm
إننا نحل ونعفع للصلاة دي قدام ربنا. يا رب أنا القدوس أنت سامع الصلاة. لكن ذلك يأتي إليك كل بشر. أنت يا رب الإله الحي إن لم تخزي منتظره. يا رب عبيدك اللي حاطين الطبق هنا أنت عارف طبقهم. وإحنا بنتحد معا يا رب في اسم رب يسوع لكي نقدم هذه الطبق أمامك. يا رب قلنا إن طالب حفة مثلنا إليه. قلنا الواقع في دقيقة أنت يا رب تفك هذه الدقيقة. قلنا من يحتاج يا رب إلى لمحة تحرير من عندك أنت تحرره. يا رب من إيديك يا رب نرعى كل إخواتنا الذين طلبوا منا أن نصلي لأجلهم. نرفعهم بثقة ويقين أنك أنت الإله الحي الذي لا يخزى منتظره. أسمعنا يا رب حينما ندعوك بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا إحافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين. في انتظاركم في الساعة الخارجية.